في إنجاز رياضي يمني عربي جديد، حقق بطل الجمهورية الكابتن أنس بلعلى المركز العاشر في بطولة العرب لكمال الأجسام بالإسكندرية للفترة من 28 إلى 31 من يوليو الجاري، ليكون ضمن قائمة العشر المصنفين أبطال العرب لعام 2022 للميلاد فئة الفيزيك. وتأتي هذه المشاركة كأول مشاركة عربية وخارجية للكابتن بلعلى، له تم انتزاعها ما بين 375 لاعبا عربيا يمثلون أبطال أكثر من 15 دولة عربية بمشاركة من لجنة تحكيم دولية وأوروبية.